باش يتابعوا بيان باش يتابعوا على الخصوصيه بتاعهم الامازيغيه. من بين الاهداف التي نسعى الى تجسيدها مع بلديه الجزائر الوسطى هو مرافقه المجلس البلدي للجزائر الوسطى في عمليه مزغنه المحيط باش يدون الخط الامازيغي على الواجهات وعلى اللافتات بطريقه مقننه مضبوطه، وهذا هو يعني التزام المحافظه الساميه الامازيغيه. واكثر من هذا ان يكون تنشيط الفضاءات الثقافيه باش يدرج التراث اللامادي، يدرج الابداع الفني باللغه الامازيغيه في كل فضاءات الجزائر العاصمه. كل شيء مروك هذا الجو ده عزاز.